الوحيد، ممكن يكون مجموعة أسباب. إحنا مش هنتكلم دلوقتي في الأسباب على قد ما نقدر نخلي الحالة مستقرة. استقرار الحالة هو دلوقتي طريقنا عشان أحمد ينجو. أهم بكتير أوي ما نعرف إيه السبب الأولاني ايه للأسف. الاجراءات اللي هنعملها في الساعات القادمة؟ الإجراءات إحنا شغالين معاه بنفس الطاقم الطبي، دكاترة الرعاية المركزة، دكاترة القلب، شغالين معاه تنفس صناعي على أجهزة التنفس الصناعي لغاية ما حالته تستقر. دكتور، زمايلنا في التليجرام امبارح قالوا ان ده ممكن يكون سبب وراثي، هل فعلا ده حقيقي؟ احنا بنبحث في كل الاسباب، مش بس كده الاسباب الوراثيه، بنبحث في كافه الاسباب اللي ممكن يكون يؤدي لعيب رياضي في السن دوت يحصل حاجه زي كده في عضله قلبه وهو بيلعب كوره. المفروض الانسان الرياضي اللي في السن دوت هو بعيد تماما عن انه ممكن يحصل له حاجه زي كده، هل فلازم نبحث في كل طب ايه اصلا الاسباب. يعني ايه اصلا الاسباب؟ لا، ما فيش حاجه اسمها اشهر اسباب، ده اسباب كتيره جدا واسباب طبيه كبيره جدا، لكن احنا بنبحث عن كافه الاسباب. ممكن في الوقت نجنب بعض الاسباب، وبعض الاسباب ممكن هي فعلا تبقى السبب، بس لازم نسال، كنا لازم نسال العائله الكريمه بتاعتهم هل في هيستوري للمرض، في مرض قبل كده، في حد مات فجائيا بنفس الطريقه. دي حاجه طبيعيه جدا، اسئله بحثيه طبيعيه جدا بنجريها دايما لما يكون في صدمه زي دي بتحصل لواحد في سنه. يعني هل مسموح بزيارته ولا تم منعه من الزيارة؟ ممنوع زيارته تماما إلا للأهل لمدة نص ساعة، وهم واخدين كمان أوضة، احنا جايبين لهم أوضة ليهم مخصوص هم يعني. لكن هو ما يعني لما بيدخل لما بيدخلوا عليه هل بيبقى عنده وعي بيهم ولا لا؟ مفيش وعي، مفيش وعي بس، مفيش وعي بس. هل فعلا في حالة بلع، يعني بلع لسان؟ مفيش بلع لسان خالص، بلع لسان خالص، الكلام ده ما حصلش. لا، ما حصلش خالص، ده حالة توقف كامل للقلب. بنفس البرد وارتفاع درجه الحراره، ان هو كان عنده دور برد. ايوه، دور برد ده قصه ملوش دعوه بزياده، هو اللي ادى لتوقف عضله القلب. يعني معنى كلام حضرتك ان هو في الخمس دقائق اللي نزلهم بس في الملعب دول مش كافيين ان هم يعملوا كده؟ يعني واضح ان كان التعب مسبق. طبعا كان في تعب مسبق، وصل الحاله ديت بالايجاد اللي هو السبرنتات اللي بيعملها في الملعب. لو انت شفت اللقطه، هو عمل كام سبرنت في الاول بعد ما نزل بعد الدقيقه 60، وبعدين وصل وسط الملعب بينهك وتم الاغماء وتوقف القلب. غير متوقع موضوع الصيام، ان هو الصيام الكلي احد اسباب نقص الاملاح ممكن يسبب ممكن هبوط، فالهبوط تاثر بيه ممكن. بس في كان في 21 لاعب غيره في الملعب لما تاثروا استبعد، يعني سبب لا مش مستبعد. لكن هو مش لازم يكون هو ده السبب. انا قلت قبل كده للانسه احنا الاسباب في اسباب كتير قوي متعدده جدا طبيه، هيتكشف من التحاليل والاشعه والدم. لسه قاعد معانا شويه، قاعد معانا شويه لغايه ما يقوم بالسلامه، لغايه ما يجي له وفاقه، لغايه ما يرد تاني، عشان هو لسه هو في حاله غير مستقره تماما. حضرتك تعرف الحاله غير مستقره بقى، يعني واضح حاجه بقى يكون لسه قاعد شويه بس في ان شاء الله امل. طبعا في امل، وهو في امل طبعا ان شاء الله. واللي بيحصل دلوقتي معاه من اجراءات طبيه تخليه احسن، بس احسن واحنا لسه ستيل في عدم استقرار. وعدم العمليه؟ لا، ما فيش عمليات في حاجه. هل معنى انه الرياضي لو هو بيتبع نظام غذائي خاطئ، حتى بخصوصا يعني بخصوص الفطار، انه كان عدد ساعات كتير قوي ما اكلش واكل فجاه واكل كميات كبيره، حضرتك تنصح بايه لاي لاعب حتى في الفتره الجايه؟ احنا شهر رمضان مكملين ومباريات ما بتقفش. نصيحتي ان هو دايما يلتزم بالنظام الغذائي اللي كتبه له الطبيب بتاع الفريق. يعني ما ينفعش يبقى بالذات الرياضيين عموما في اي لعبه لازم يلتزم ببرنامج غذائي مناسب ليه، مناسب لوزنه، مناسب لحالته، مناسب لسنه. ما ينفعش يبقى الموضوع متروك للاهواء، اللاعب ياكل ايه وما ياكلش بمزاجه. لا، لازم يكون في نظام. واكيد طبعا اغلب الانديه عندها اطباء محترمين شغالين على التغذيه وليهم برامج محدده للتغذيه. ممكن ان اللاعب ما يمشيش على النظام؟ طبعا ممكن لما يمشي على النظام. هل سالته الطبيب الفريق والجهاز الفني عن حالة أحمد قبل المباراة أو خلال المباراة؟ سألناه على كل حاجة، وكان قال إن هو كان حالته طبيعية قبل الماتش وما كانش كويس، أدت واجبها. وامبارح بالنسبة لي عملوا واجب كبير جدا وعملوا شغل كبير جدا، إن هو يرجعوا تاني يردوا أحمد من توقف القلب، يردوا تاني. دي حاجة قلما لم تحدث، وربنا كان موفقهم وكرم احمد انه يقدر يرد تاني يعني الحياه. طيب بالنسبه لما تردد ان احمد موضوع حاليا على اجهزه التنفس الصناعي، ايوه،
في كلام ان هو طلبوا ان الاجهزه تشال او يعني لا مفيش كلام ده مفيش كلام خالص او المستشفى قالت مفيش كلام ده خالص غير كلام عارف كلام ده خالص احمد حتى لما بينزل يعمل اشعه بينزل ومعاه التنفس الصناعي بتاعه. هنتكلم في حته فنيه تكمله لزميلي يعني احمد ربنا يشفيه موجود على جزء. هل بيتم يعني اضافه مثلا ادويه ليه في جلسات معينه في حاجات ثانيه؟ طبعا في خطه علاجيه كامله لاحمد. فيها ادويه وفيها طبعا في خطه علاجيه لاحمد كبيره جدا وشغالين عليها يعني. رساله بقى طمانينه كده للجمهور. بس ثانيه واحده بس ثانيه واحده. ايوه الدكتور محمد كامل مدير المستشفى متابعينا في كل مكان متابعين تلجراف مصر. احنا يعني الان معاكم من داخل مستشفى زمزم وتحديدا مع مدير المستشفى بيكشف لنا عن اخر التطورات الصحية للاعب احمد رفعت التي تهتم بمتابعة اخبار اللاعب احمد رفعت اولا باول. هو بس اقول لهم ان هم يدعوا له وان شاء الله ربنا يكرمه ان شاء الله يقوم بالسلامه ويدعوا لنا ان احنا نتوفق ان احنا في خطتنا العلاجيه ليه ان احنا نقوم بالسلامه. هو ده بس رساله ندعوا له اللي بيحبوا له يدعوا له ويدعوا لنا. كم يوم لافاقه احمد؟ لا ما فيش حاجه اسمها كم يوم. احنا شغالين على الخطه العلاجيه احنا مش شغالين ساعه بساعه ويوم بيوم بنسحب له علاج تحاليله وبندي له علاجاته طبعا حالته غير مستقره. بشكر حضرتك يا دكتور. شكرا جدا جدا بالتوفيق ان شاء الله وربنا يقويكم ويعينكم في الجميع ان شاء الله. شكرا ليك يا دكتور. شكرا. خلينا لقاء مع مدير التشغيل. تمام. عايزين بس نعرف حضرتك هل في تطورات بس لا مش اللي ما فيش تطورات الحاله غير مستقره حتى الان واحنا ان شاء الله يعني لو في حاجه هنتابعكم بيها ونكلمكم. لا ما فيش نقل انا جبت السؤال ده كده ومش هتنقل. ماشي بس متابعينا في كل مكان متابعين تلجراف مصر زي ما تابعنا مع حضراتكم التطورات الصحية لحالة اللاعب أحمد رفعت. طبعا ما زالت الحالة غير مستقرة وما زالت موجودة في العناية المركزة وبتخضع للرعاية من جميع الدكاترة في جميع التخصصات الطبية المختلفة. طبعا يعني احنا موجودين مع حضراتكم وهنوفيكم بأي تطورات جديدة. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا متابعينا في كل مكان متابعين تلجراف مصر.